خلوني ادور في كراكيب، اذكر كان عندي ياماها موديل قديم. وين 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 ياماها؟ وين وين؟ هذا هذا موديل ياماها قديم. ايوه ياماها. الحين راح نشوف هذا الموديل شو مواصفاته وشو البراند ماله وشو اسمه وشو الموديل، ونشوف الياماها شو سوت في هذا الكيبورد. هذا هو الياماها 61 كيز. طبعا يمكن ما حد شاف منكم هذا الموديل، هذا الموديل قديم اشتريته سنة 1990 او كان 92. طبعا شو اسمه؟ PSR SQ16. هذا موديل غريب، هذا كان يجمع ما بين الارينجر اللي هم كانوا موديلين. في الاول كان في موديل بس الياماها وقفت اسمه PSS وPSR، هذا يجمع ما بين PSS والPSR. PSR SQ16 يعني اللي هو 16 تراك سيكونسر. شوف السماعات، شوفوا كيف كان نظام الياماها القديم، كل الزراير برع، كل هالزراير برع. لاحظوا هاي الشغلات اللي تشوفها انت الحين، هاي كلها زراير برع، هاي كلها الحين موجوده عندك في الموديلات الجديده في السكرين. يعني الخدمات هاي كلها تحولت داخل في السكرين، التاتش انت تختار. ولاحظ قبل كانوا يكتبون اسامي الدي اس بي، الافكتات هاي كلها مكتوبه برع. شوف هاي الاصوات هني، طبعا الاصوات 198 صوت، وعندك الستايل ليست 269 ستايل. شوف كان كيف يكتبون الاشياء كلها برع قدامك، يعني تطالع الصوت وتختار الرقم على طول. هذا البي اس ار اس كيو 16. شوف الدي اس بي برع، وعندك النوت بروسيس هذا مثل اللي هو الهارموني، اللي الحين يسمونه الهارموني، يدبل لك الصوتين مع بعض، يسمونه الاوتو هارمونيز. شوف وعندك هني الكونفيجريشن تيل اللي هو تيبل، وعندك بعد في سينثيسايزر تتحكم في الصوت سينثيسايزر. وطبعا هاي الشغلات كلها موجوده في الكيبورد. شوف معاي هني 16 شانل حق الكمبيوتر، وفي عندك 16 سيكونسر تراكس سيكونسر. شوف الريكورد كيف كان ريكورد. وعلى فكره هذا يعني الكيبورد الوحيد اللي يد فيه ثلاث شاشات رقميه، شاشه ثنتين وهذه الثالثة. وشوف الرول، وطبعا كان يجي قبل الموديلات كلها فلوبي درايف. فلوبي درايف هذا عندي فلوبي، هاي ايقاعات زيادة. SQ16 وفي البيتش بند، وفي قبل النظام معروف تقدر تقرا عنه اللي هو يسمونه AWM اللي هو Advanced Wave Memory، هذا كان مشهور في الموديلات القديمه الياماها. نشوف الكيبورد من الخلف الكونكشن، عندك الميدي، كان قبل كان الميدي ينزل ثلاث يعني اماكن، اللي هو ثلاث اماكن الان والاوت ميدي والثرو، وعندك ريموت كيبورد، وفي عندك البدل، وفي عندك الاوكس ان الرايت، وعندك الاوكس اوت والهيدفون. وطبعا هني اللي هو الاي سي اللي هو المحول الكهربائي. هذا الكيبورد من الخلف SQ16. خلونا نشغله ونشوف الاصوات اللي فيه، ونشوف شو الايقاعات وكيف كان طريقتهم، وشوفوا قوة السماعات مع انه موديل قديم، لكن شوفوا قوة السماعات. طبعا هذا هو البي اس ار اس كيو 16 اللي شفتوه، هاي الباور نفتح. طبعا مثل ما قلت لكم ثلاث شاشات، مثل ما تلاحظون شاشة الستايل الايقاعات، وشاشة الرقمية اللي هي التيمبو وما تيمبو، والشاشة هاي خاصة في الاصوات. طبعا بشكل سريع مثل ما قلت لكم سماعات رهيبة، سنة 1990 او 92 انا اشتريته، وصراحة حبيت اني احتفظ فيه لانه ما يتعوض. نزل موديل بهذا الاسم، انا افتكرت انه بينزل PSR SQ16 2 و3 و4، لكن هو كان موديل واحد
سموه اس كيو 16، يعني 16 تراك سيكونسر مثل ما تشوفون، وعندك كيبورد 16 شانل. نسمع الايقاع الاول، سمعوا السماعات وايد فظيعه. طبعا احنا في فئة عندك 269 ايقاع و 198 صوت، يتكون من صوت بنج واحد وبنج اثنين، يعني بنج A وبنج B، وكل ما تضغط على بنج يبتدي معاك الاصوات من واحد الى النهاية. يعني اسمع ايقاع ثاني، احنا في فئة الدانس، اسمع هذا الايقاع. طبعا في الانترو وفي الفيل واحد وفيل اثنين واندينج واحد فقط، وفي الفاريشن A و B فقط، وفي اللي هو السينشرو والستاب. نسمع اللقاء الثاني. طبعا تقدر عندك اللاير، يعني تقدر تسوي صوتين مع بعض. لاحظ هني احنا انا حطيت هني رقم واحد، رقم واحد اللي هو البنك A، يعني تختار صوت من البنك A، اي صوت تختاره. رقم اثنين يفتح لك البنك B، تختار صوت من البنك B. بختار مثلا سترينج، لما تشغلهم مع بعض لازم تضغط عليها اثنين مرت، شوف الليتين، يعني اللمبات الاثنين، مجرد ما تضغط على الزرارين يبلغوا معك، وتقدر تحط ثلاث اصوات مع بعض. نشوف الحين ايقاع ثاني مع السترينج والبيانو. تقدر تتحكم في مستوى الصوت، يعني صوت البيانو اعلى، صوت السترينج اعلى، تقدر تتحكم. احنا مثلا صوت السترينج اعلى، يعني عند الفوليوم الخاص في الاصوات، هذا السترينج الفوليوم، اروح اخفضه، شوف اخفضه، بعدين مع بعض تلقى صوت البيانو اعلى عن صوت السترينج. كل شيء موجود، انك تتحكم في الفوليوم الصوتين، تسجيل الايقاع، بس تسجيل ايقاعات ما في، تسجيل اغنيه، تسجيل تسيف الفلوبي ديسك الاغنيه، تقدر تسجل اغنيه 16 تراك وتسيفها في فلوبي درايف، وكل شيء. نسمع صوت ثاني غير عن البيانو، مثلا بيانو اثنين، لحظه، بيانو ثاني،
على صوت البيانو هونكي كونكي. طبعا تقدر عندك دي اس بي، هذيك الايام ما كان وايد حاطين لك 15 نوع. كيف تشغل دي اس بي؟ الازرار خاصني هذا دي اس بي، مجرد ما تضغط عليه يولع معك زرار، تطلع لك من البي اس بي على طول الصفحه، تتحول من الايقاعات الى الدي اس بي. هذا رقم واحد. رقم اثنين نفس السيستم، اسمع. رقم ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ديلي، مثل الديلي شوف. وفي أشياء وايدة يعني تحول نفس الديستريشن. هذا الدي اس بي. مثل ما في عندك شيء مثل السينثسايزر اسمه النوت بروسيسر. النوت بروسيسر الازرار خاص تضغط عليه هني ولازم تشغله اون. نفس الشيء نفس الهارموني، الحين يسمونه الهارموني في النظام الجديد، الهارموني اللي هو يعطيك صوتين مع بعض، يدوبل يخلي البيانو يشتغل دبل، يخلي البيانو يشتغل اوكتيف. ها نفس الشيء، بس هني عندك كم؟ 18 نوع. وهكذا نسمع اصوات ثانيه، نغلق هذا نشوف اصوات ثانيه. مثلا في عندك ناس يحبون اصوات الجيتارات، مثلا الجيتارات في بانج الاي الواحد، يعني اسمع الكتريك جيتار 20 0 2 0 جيتار، جيتار 2 صوت عجبني في البنك رقم 2 اسمه هيومن كورس، يعني مثل الهيومن. رقمه كم؟ 062 062. الدرام كيت موجود عندك، درام كيت حوالي يمكن 20 درام كيت. مثلا عندك الستاندر 065 065، هذا درام كيت. واحد سماعة قوية جدا يعني صراحة. 1 3 3 4 2 1 1 هذا النوع، هذا النوع، هذا اسمه انالوج. عقب يجيك الاكوستيك جيتار، عقب درام كيت اللي هو يعني عاملي لك درام كيت غريب مثل الشركة عاملة مع افكتات. الفانك وايد. هاي درام كيت انواع، يمكن عندك 20 درام كيت. المهم الاصوات موجوده، اصوات اللي هي البركيشن، اصوات مثل الناي. اذا بغيت النايز كم؟ 056 056 ناي. عندك نعطي ديبث، تقدر تتحكم في دي اس بي الديبث اللي تعطيك مثل الصدى ومثل غرفه كذي. هذا صوت، هذا صوت، لمحبين
مثلا اغاني اللاتين، لاتين في اصوات، هني يقال لاتين، كم من لاتين؟ 058، 058 لاتين. تقدر تتحكم نفس النظام الجديد، انك انت شوف تتحكم في الايقاع لوحده، تسوي اوف وكات اوف واون حق اللي عندك 8 تراكات نفس الطريقة. داخل بيس لاتين، في عندك لاتين ثاني، أصوات هني نحط مثلا صوت، مثلا في ناس يحبون صوت اللي هو أصوات الترمبت، 0 5 0 2 5، 0 2 5، هاي ترامب 0 2 5. هذا هو البي اس ار اس كيو 16، كل هالزراير اللي تشوفها برا هي موجوده حاليا في الموديلات الجديده، الخدمات هاي كلها موجوده داخل في الشاشه. طبعا ما دام عندك، طبعا ما دام عندك ميدي اوت وان وعندك اوكس اوت ان، تقدر تشبكها كان عندك موديل 2023. ما دام عندك الكونكشن هذيلا تقدر تعمل بلاوي في هذا، تقدر تركب عليه حتى القطعه اللي هي المعروفه هاي اللي هي تشرق اي كيبورد غير مشرق. ما دام في ميديو في اوكس تقدر تعمل اي شيء، تشبكه على الكمبيوتر، تشبكه على شيء. يعني لا تقول موديل قديم مثلا وما اقدر اسوي شيء، اذا عجبك في صوت، عجبك في شيء، تقدر انك تركبه على الكمبيوتر. والحين موجودات برامج كثيره للكيوبيز، وتقدر تاخذ، والفلوبي موجود تقدر تعبي حتى منه في فلوبي، وتقدر تاخذ الفلوبي تحطه على الكمبيوتر، من الفلوبي للكمبيوتر، وتقدر تعمل بلاوي. هذا هو الـ PSRSQ 16، وإن شاء الله مع معلومة جديدة في جينوس 2. نزل جينوس 2، نزل راح نعمل عليه فيديوهات، وراح نعرف لكم ما الفرق بين جينوس 1 وجينوس 2 من ناحية المساحة، من ناحية الجي بي، من ناحية السرعة، من ناحية الأصوات. وإلى اللقاء مع معلومة جديدة.